إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. موعدنا النهاردة مع أسئلة شعب الكنيسة لأبوهم إبراهيم عبده، تدور معظمها حول طريقة التعامل مع حالات السحر المختلفة. فتعالوا نسمع الأسئلة والإجابات ونعلق على كلام القمص إبراهيم عبد. سؤال بيقول قبل آدي أبي إزاي أعرف إن في عمل معمول لي وهل ممكن عمل معمول سنين في الأسرة؟ طبعا في عمل ممكن نستمر سنين طويلة، ممكن نستمر العمر كله لو ملحقناهوش. مدمر، تبقى أعمال مدمرة. في ناس بيجيب لها بالأمراض المستعصية مش أمراض ولا حاجة. في ناس بيجيب لها بعدم الخلفة، في ناس بيجيب لها بعدم الجواز، في حاجات إحنا بنشوف حاجات أشكال وألوان. نلاحظ هنا انه قرى السؤال بسرعة جدا زي ما يكون هو اللي كاتبه، والاجابة كانت سريعة جدا ما خدتش حتى لحظة تفكير منه، وما جاوبش على سؤال الست اللي بتقول ازاي اعرف ان معمول عمل، وكل اللي قاله ان في اعمال كتيرة بتتعمل وبتستمر العمر كله وبتسبب الامراض المستعصية ومشاكل كتيرة. امي واحدة بتقول يعني امي عندها ورم في الكبد، كاتبة ورم وره الف بيه ورام اللغة العربية عندها ضيعة، ورم في البنكرياس وعملت مش عارف ايه وطلع فيهم، بس جينا لحضرتك اسمها القدسة قلت ده عمل حد وشربت من مية وخفت، تكمل المية المصلية عشان تتحصن، ربما اللي عمل لها العمل ده وشافها بقت كويسة يجددوا تاني تتحصن بالتناول والمية المصلية والقراية التانية. بيتريق على البنت اللي غلطت في كلمة ورم وبيقول ان اللغة العربية ضايعة خالص، ده على اساس ان انت بقى عملاق في اللغة العربية مثلا، انتوا اصلا كلكم ضعف في اللغة العربية. طيب لما الست المريضة دي عرفت سكتك ومكانك وجات لك لغاية عندك برجليها وشربت المية اللي بتقول عليها وخفت، فهل معقولة مش عارفة توصل لك تاني وتسألك مباشرة بدل ما تكتب لك ورقة وتبعتها لك وانت تقراها في الاجتماع بتاعك؟ اظن ان دي تمثيلية منك وانت بتعمل دعاية لنفسك انك بتشفي الامراض وبتشفي من السحر. وكمان بيقول ان السحر بيتجدد، وعلاج السحر انها تشرب من المية اللي مش موجودة عند حد غيره لانها بركة من ايده، وكمان تواظب على التناول اللي هو شرط اساسي قبل الاعتراف، يعني كده كده سيطرة مفيش كلام. كل عام نفسك بخير، انا معمول لعمل وقف الحال من الشغل، فالواحد يعرف انه معمول له عمل ايه لو صلي ابونا صلى لكم على ميه وشربتوا الميه طعمها متغير اعرف ان في عمل، واحنا بنعرف بقى من طعم الميه نوع العمل ايه، إن كانت المية مرة ولا عذبة ولا مية بير ولا مية فيها زيت ولا مية مسكرة، إحنا بقى بنعرف يعني العمل نوع إيه؟ قوة العمل إيه؟
طبعا في ناس في المانيا بقها مر علقم وحنان تتفاها ما تقدرش تبلعها كمان. كل محور كلامه في العلاج هي المية اللي متصلى عليها من ايده، يعني عايز يوصل رسالة ان الكاهن الحل الوحيد وعنده المفتاح السحري لحل كل المشاكل. طيب ليه ما قلتش طريقة الصلاة على المية دي للرعاية بتاعتك وهم يعملوها ويتعالجوا بيها؟ إذا مسلم سأل مثلا أحد العلماء المسلمين عن طريقة العلاج أو الوقاية من الجن والشياطين، الشيخ عمره ما هيقول له العلاج عندي وتعالى ده فيه مية مش هتلاقيها غير عند حد غيري، على طول بيفهمه طريقة القراية على المية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكمان بيقول له على قراءة آيات الرقية الشرعية والمواظبة على أذكار الصباح والمساء. طبعا طريقة القراءة يا جماعة أن الإنسان يقرب فمه عند الذي سيقرأ فيه، مثلا الزيت يبدأ مثلا عبد الشطر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يقرأ الفاتحة 7 مرات، ثم يبدأ يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في يقرأ آية الكرسي أيضا إن تيسر يقرأها 7 مرات، هذا أفضل طبعا. يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس أيضا كل واحد إن تيسر 7 مرات أو 3 مرات، هذه آيات عامة تقرأ على جميع الأمراض. يعني العلم مش حكر لعالم معين أو شيخ أو رجل دين معين، ومفيش حاجة اسمها سر الشفاء. وقال إن المية لو كان طعمها مر ده بيدل على إن في سحر، وكمان بيعرف نوع العمل إيه. طيب ليه مش بتقول للناس أو بتعرفهم إزاي أنت بتعرف نوع العمل المعمول للشخص الممسوس من الجن؟ احنا وجدنا في البيت حبل مش بتاعنا وخشبة كرسي بتاعتنا مش عارفين نعمل إيه. قصك قلت لما نلاقي حاجة غريبة نجيبها لقصك، هاتوها نصلي عليها. الحبل ده مش بتاعكو، ممكن يكون عمل اتحط لكم في البيت بيربطكو بيه بحاجة معينة عايز يدمر يدمر. ايه المشكلة؟ هاتوني صليله نبطل العمل اللي فيه بنعمة المسيح، ما سيبوش في البيت ولا تولعوا فيه ولا ترموه في الشارع، غلط. تجيبوه نصلي نبطل لو كان فيه عمل ولا حاجة. سؤال كده كمان، اللي بيقعد اكتر من 40 يوم من غير تناول لو حد عمل له عمل او اي حاجة يتأذي يأثر فيه، وياما ناس تعمل لها أعمال وأثر فيها لأنها بتقعد أكتر من 40 يوم من غير ما تتناول من غير ما تحسبها. وفي ناس أحيانا بتعمل لها عمل والشيطان المكلف بالعمل ده أما يلاقيها فاضية ومكنوسة مش متحصنة بيدخل جسمها وده بيكون أصعب. أيوة، أي حاجة تلاقوها غريبة في البيت تودوها لأبوكم على طول علشان يصلي عليها. مش عارفة بس إيه حكاية كل حاجة نصلي عليها دي؟ هو عايز يوهم الناس ان كل حاجة سببها الاعمال السحرية علشان يلجأوا له، وطبعا علشان يقول لهم واظبوا على التناول وبالتالي الاعتراف، وينصحهم بتقديم التبرعات والنذور علشان كنيسة المسيح تتعمر بالفلوس والبركة تحل عليهم وتمنع عنهم الشياطين. لو ليا واحدة اخذت بلوزة مني ولما رجعتها غسلتها وحطيتها بمية مصلية كده عادي ولا ايه؟ كده كويس، برافو عليك. انا دايما اقول ما تشحتوش هدومكم لحد يعرفكم، ما تسلفوش هدومكم لحد يعرفكم، ولا تاخدوا هدوم من حد تلبسوها ترجعوها تاني، مبدأ مش كويس، لان احيانا بيعملوا اعمال فيها ويرجعوها لكم تاني. تضمنوا منين؟ ده مرة اخت عملت لاختها عمل، اخت عملت لاختها عمل، تضمنوا منين؟ هدوم بالذات ما ناخدهاش ما نديهاش لحد ولا ناخد هدوم من حد نلبس. نمرة واحد. نمرة اتنين، يستحسن ما نشربش حاجة غامقة من ايد حد غريب ما نعرفوش، شاي قهوة نسكافيه بيبسي كولا. أيوة كده كويس، برافو عليكي. أهم حاجة المية مصلية عليها من ايد أبوك إبراهيم عبده. شوف عايز يهدم كيان الأسرة ازاي، والأخت تكره أختها والأخ يكره أخوه، كل ده علشان ياخدوا الماء المقدس من إبراهيم عبده اللي أصلا معمول فيه سحر علشان يحببوا الناس فيهم ويكونوا متعين ويكونوا زي الخاتم في صباعهم. سؤاله ولا ليه كل ما يجي حد يتكلم عليا ويتفق مع أهلي ما يجيش تاني؟ سرك بات يا بنت. ده يبقى معناها إيه يا ابونا؟ معناها ممكن معنيين، ممكن أول معنى إن مفيش نصيب لسه ما جاش الإنسان اللي من إيد ربنا اللي هيفرح قلبك وتكونه بنت المسيح،
ممكن يكون في عمل معمول هو اللي منع كده. تعرف ازاي ان في عمل؟ بتيجي لابونا يصلي لك تشوف فيه ولا ما فيش. دي نمره واحد. نمره اتنين، خلي ابونا يصلي لك على ميه عادي خالص. ايه المشكله لما حد يجي يتكلم عن خطوبه بنت انه ما يرجعش تاني؟ وهنا بيتريق على البنت. ازاي رجل دين يتريق بالطريقه دي؟ يعني لو كانت دي بنتك كنت هتتريق عليها كده؟ انما هنقول ايه، انتوا بتعتبروا الشعب ده عبيد مسخر عندكم تعملوا فيه كل اللي انتوا عايزينه. برضه يرجع يقول تعالي لابونا ونصلي لك، كان مفاتيح الكون ده مع ابونا. ليه مش بيقول لها صلي ربنا او اطلبي من ربنا وابونا يصلي ليه على الميه؟ وانت ليه ما تصليش على الميه دي؟ مش انت بنت المسيح برضه؟ هتقولي ده معايا سر الكهنوت. هقول لك اه ماشي، ياما كهنه معاهم سر الكهنوت وسقطوا سقطات يندى لها الجبين من افعال غير اخلاقيه وسرقات ماليه والاشتغال باعمال سحر وشعوذه ونصب باسم المسيح، مع ان المسيح هيتبرأ منهم ويقول لهم كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيره؟ فحينئذ صرح لهم اني لم اعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. سؤال بيقول كل ما ادخل في مشروع خطوبه لا يكتمل وجربت المال المصليه ولم يوجد عمل لي، فماذا افعل؟ يعني جربت المال المصليه مفيش عمل، لكن كل ما يحصل خطوبه ما تتمش، لسه ربنا ما قرطش. الشعب الكنيسه عشمان ان الميه المتصلى عليها الخاصه بابراهيم هتجيب لهم العرسين، لدرجه انهم قالوا له ان مفيش سحر معمول والميه ما جابتش نتيجه، فيكون رد وقتها لسه مفيش نصيب وان ربنا لسه ما قرطش. طيب ما من الاول ما قلتش ليه ان مفيش نصيب وديتهم الميه على اساس ان معمول لهم سحر؟ انت كده غشتهم وضحكت عليهم، ويا ريت شعب الكنيسه يفوق بقى شويه من الغيبوبه اللي هو فيها. حلمت حلم والدي بالجسد هو متنيح من فتره طويله، بيقول لي تعالي يا بنتي، بقول له في الحلم انا جاي يا بابا، هل هذا انذار ليا؟ هو قال لك تعالي يا بنتي، بينادي عليك عشان تروح السماء، لكن ما خدكيش. الحلم يبقى وحش لو كان ايه خدك او انت رحتي له. انتوا مش بتقولوا مع المسيح ذلك افضل؟ فليه بقى خايفين من الموت؟ فالحلم وحش ازاي اذا كان اخدها للسماء؟ مش السماء دي اللي المفروض ان فيها المسيح اللي بتحبوه؟ المفروض انكم ما تخافوش من الموت لانكم رايحين السماء عند المسيح اللي هو ربكم. ولا الفطرة السليمة بترفض الموت علشان الحقيقة ان في حساب وفي رب عادل هيحكم بينا يوم القيامة؟ لازم تاخد ميه مصليه من الكنيسه من عند ابوكم ابراهيم عبده، لانها واخده ختم الجوده والصلاه اللي فيها حكر على الكهن بس، صلاه من النوع الاصلي اللي بيخوف الشياطين. وانت كمسيحي ما تعرفش تعملها لانك مهمش وملكش اي دور، وحتى لو قريت كل الكتاب المقدس ولا هيأثر في الشياطين لان المملكه لا تنقسم على ذاتها. واكيد بعد ما يرش الميه في الشقه 7 ايام مع بعض مش هيكون في اي نتيجه، وبالتالي هيرجع تاني للمية المتصلى عليها من ايد ابو ابراهيم عبده اللي فيها الحل لجميع المشاكل. الباقي متحطمين بسبب السحر والاعمال، ياما ناس ما بتتجوزش بسبب السحر والاعمال، ياما ناس عندها امراض والدكاتره محتاره فيها ما تعرفش هي فيها ايه، وده بيبقى سحر وما يعرفوش ان ده مرض ولا لا. طلعها يا ابني المستشفى، ده عمل شديد جدا ولا جايب لها المرض ده؟ ده مش مرض عضو، بس تحميها 3 ايام ورا بعض حمى وشرب، واديته قرايات تقراهم كتاب مقدس بعد ما تطلع من الحمام. هقولها لكم،
توصف الرؤية صح 4 و5 و6 مزمور 35 خاصم يا رب المخاصمية مزمور 91 هو الساكن في عون العالم. تثبت أنت بقى نطلع من الحمام تقراهم بصوت مسموع دول يطفشوا الشياطين. إذن الأعمال والسحر بتأثر أو بتأثر ده بتمنع من الخلفة. لو واحد قعد أكتر من 40 يوم من غير مناولة الكنيسة بتقول يبقى مفصول بيعيط في الضلمة أو بيعيط في الحمام وما بيتناولش عرضة بقولش شرط لكن عرضة يدخل فيه أرواح نجسة أو تأثير يتأثر فيه الأعمال السحر اللي بيستخدموها الشياطين والسحرة. لازم نبقى متحصنين. أنا بنصح الناس دايما بقول لهم يا ريت ما نشربش حاجة غامقة من إيد حد ما احناش متأكدين من محبته لينا. حاجة غامقة بيبسي كولا شاي قهوة نسكافيه ده مش الحمام أي مكان ضلمة يعني. بس الحمام عادة مكان ما بتصلوش فيه ولا بيتعمل فيه تسبيح ولا إيه كلمة رب تتقال فيه فمكان يعني مناسب لإبليس يعني مش أكتر. ده خبرة سنين يعني في الصلاة على الناس إن الشيطان يقول أنا جيت لها وأنا في الحمام أنا طفيت عليها النور وصرخت في الحمام فجيت لها مش أكتر لكن مش شرط يعني مش قاعدة عيط كده في الحمام وصرخ وجرب. الغريب انه عايز ينشر بين الناس فكرة ان اي حد مصاب بمرض بيكون ناتج عن اعمال سحرية وده علشان الصبوبة طبعا. يعني دلوقتي يفضلوا يتكلموا عن معجزات القديسين في شفاء الامراض ومرة تانية يتكلموا عن سبب الامراض هو السحر وان الحل في المية المتصل عليها. وشعب الكنيسة مش بيفكر لانه اصبح مجرد متلقي للمعلومة من وكيل الله على الارض واللي بيشتغل مسيح على الارض ويقول امين امين. وعموما المية دي اللي بيقول عليها متصلي عليها دي مية معمول عليها سحر علشان يتم سحر كل اللي يشربها او يستخدمها باي شكل من الاشكال بحيث انه يكون سهل ومتيح في ايدين الكهنة والقساوسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.